السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أرحب بكم أبنائي وأتمنى أن تكونوا بخير إن شاء الله. إذا مرحبا بكم في الحصة الرابعة من درس القوى والموجه لتلاميذ السنة الثانية إعدادي. حصة اليوم إن شاء الله حول قوى العدد 10. إن عدد صحيح طبيعي 10 أس أن تساوي 1 أمورها أن من الأصفار. مثلا عندنا 10 أو 100، هاد 100 هادي راها يمكن لي نكتبها على شكل 10 أس عندنا جوج أصفار، إذا أس جوج. هنا عندنا 100 ألف، إذا هي 10. باش نعرف عدد العدد يعني الأس اللي خصني نكتب هنا كنحسب عدد الأصفار. عندنا 5 ديال الأصفار، إذا أس 5. وهكذا عندنا مثلا 10 أس 6، هذه راه كتعني 1 أس الأصفار موراها. واضح. الحالة الثانية ملي كيكون عندنا 10 أس ناقص أن، نفس الطريقة، غير هنا كنحسب الأصفار اللي كاينة على يمين العدد 1. إذا عندنا أن من الأصفار. نشوفوا بعد مثال تطبيقي. عندنا هنا 3 ديال الأصفار على يمين أو على يسار العدد 1، إذا تساوي 10 أس ناقص 3، 0.1. إذا عندنا 0 على يسار العدد 1، إذا يساوي 10 أس ناقص 1. مثلا عندنا 10 أس ناقص 5، هذا العدد يساوي 0. إذا خصني ندير 5 ديال الأصفار على يمين الواحد، إذا 1 2 3 4 5، وعاد ندير الواحد، إذا 5 ديال الأصفار. إذا 10 أس ناقص 5 تساوي 0.00001. هنا كنتمنى باش يعني الفكرة تكون واضحة. دابا غنحاول نشوف واحد المجموعة من الأعداد وغادي نغيروا لها الكتابه ديالها. يعني عندنا اعداد عشريه غنحاولوا نكتبوها باستعمال قوى العدد 10. عندنا 251 تساوي 25.1 مضروبه فاش. اذا هنا كاين واحد القاعده، الفاصله كانت عندي نورمالمون في الثالث العدد، هذا عدد صحيح. ملي كيكون عدد صحيح مثلا 25، راه يمكن لي نكتبو 0.00 أو 0.0، يعني الفاصلة كاينة في التالي. إذا عندما نزيح الفاصلة برتبة نحو اليسار كنضربو في 10 أس 1، يعني نقصنا هنا بحال لي نعتبرو مثلا عندما نزيح الفاصلة برتبة نحو اليسار بحال لي كنقصو، إذا كنقصو رتبة رتبتين على حسب داكشي اللي غادي نقصو. داكشي اللي نقصناه كنزيدوه في الأس ديال 10. نقصنا رتبة كنضربو 10 أس 1، نقصنا رتبتين 10 أس 2، إلا زدنا خصني نقص العكس. حنا نشوف هادشي في مثال تطبيقي. إذا عندنا 251 كذلك كتساوي 2.51، يعني الفاصلة كانت عندنا هنا رجعت هنا، يعني نزحنا الفاصلة برتبتين نحو اليسار. إذا غنضرب في 10 أس 2، عندنا 14.51 تساوي 145.1 مضروبة في 10 أس آش. الفاصلة كانت عندي هنا، أزحناها نحو اليمين، زدنا شحال رتبة، زدنا رتبة، كانت عندنا حدا 4 زادت لهنا، إذا خصني نقص رتبة، زدنا كنقصو، نقصنا كنزيدو. الحالة الموالية عندنا 1.515 مضروبة في 15.15، دونك الفاصلة كانت عندنا هنا أزحناها برتبة، إذا خصني كذلك دونك زدنا رتبة نقصو رتبة، يعني 10 أس ناقص 1. الحالة الموالية عندنا 1.515 رجعناها 0.1515، إذا الفاصلة رجعناها برتبة، يعني نقصنا رتبة، إذا خصني نزيدها في الأس ديال 10، إذا غتولي 10 أس 1. إذا كنتمنى الفكرة تكون واضحة. غادي نرجعو لهاد الأمثلة ولهاد الأشياء اللي عطيتكم في الكتابة العلمية في آخر حصة من حصص الدرس ديال القوى. إذا تهلاو في راسكم والسلام عليكم.